مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج المستهلك الخاص بشهر رمضان الفضيل. في هذا الشهر سجلنا اقبال كبير للمستهلك الجزائري على الزيتون بمختلف انواعه، مالغري البري ديالو راهو طالع، من الناس تشريه وما تتغناش عليه سورتو في رمضان، وين تقوم ربات البيوت بتحضير اشهى الاطباق اللي تكون حاضره على مائده رمضان. موضوعنا اليوم راح يكون على الزيتون اللي يحتل مكانة كبيرة في المطبخ الجزائري وحتى في المشرق العربي، واللي راهو داير حالة في الأسواق الجزائرية. نروح نشوف أنواع وفوائد الزيتون في هذا الفيديو. تعرف الأسواق الجزائرية من شهر رمضان إقبال كبير للمواطنين سخط ربات البيوت على الزيتون اللي شريوه بكثرة لتحضير أشهى وآلة الأطباق، على رأسهم طاجن الزيتون اللي يحبوه كبار وصغار واللي لازم يكون حاضر على المائدة الرمضانية. نصيبوا أنواع مختلفة من الزيتون، كاين دينوايوتي بأحجامه المختلفة، وين ربات البيوت تستعمل الزيتون دينوايوتي صغير في تحضير طاجين الزيتون بلا ما تزيد له والو، وتشري الزيتون الكبير باش تفاقسيه بلا فيون داشي باش تمد لهذا الطبق نكهة مميزة، سوختو مع لي زيفيس، وكي نرميو له ربط حشيش ولا معدنوس ونشمو ريحة طاجين الزيتون معبقة من بعيد. كاين تين زيتون بالعظم واللي ما نقدوش نستغناو عليه في تحضير شلاده بمختلف انواعها، وين نصيبوه متوفر في الاسواق الجزائريه مختلف الالوان، كاين الكحل الاخضر الفيولي وحتى اللي يجي حار ويكون مخلط، وكاين مقطع دي غوندال ونصيبوه كان يتباع في بلارات في السوبيغات، هذا كامل باش اللي يعجز يروح حتى لي مارشي يصيبوه متوفر في السوبيغات. مي مع الأسف كل ما يحل شهر رمضان التجار يغتنموا الفرصة ويطلعوا في الأسعار، على هذا رانا نشوفوا أسعار تاع الزيتون مرتفعة بارابور الأيام العادية، على خاطر التجار على بالهم بلي المستهلك ما يقدرش يستغنى على هذه المادة. البعض يشوفوا بلي كاين شجرة تنتج زيتون كحل وواحد أخرى تنتج زيتون خضر، وهذه المعلومة غلطة، في سقاع ألوان الزيتون هي حصيلة شجرة واحدة مع برك اختلاف الأنواع فقط. الزيتون يبدأ باللون الأخضر من بعد يتحول إلى البني، من بعد يروح للبني اللي رايح حمر للكحل، هو أقصى درجة النضوج. يتميز الزيتون الأخضر أنه يحتوي على كالوري أقل من 120 في كل 100 غرام مقابل 230 كالوري في الزيتون الكحل. كل ما كان زيتون كتر غامق نصيبه يحتوي على مقدار أقل من الماء، وبالتالي تركيز الزيت يكون كتر. بعض التجار يستعملوا مواد مركزة في الزيتون واللي تقدر تضر المستهلك الجزائري إذا ما غسلش مليح الزيتون. من بين المواد اللي يستعملوها في التصبير هي مادة الصودا اللي تستعمل بطريقة عادية في عملية تخليل أنواع الزيتون، بصح الواحد إذا كتر منها بزاف راح تضروا، على هذا نشوفوا بعض ربات البيوت تصبر الزيتون في الدار. راح نصيبوا في الزيتون نسبة مليحة من المعادن والمغنيسيوم والحديد، واللي يلعبوا دور كبير في بناء العظام والسنان، وعنده ثاني دور في إنتاج كريات الدم الحمراء، مي لازم الواحد يغسله مليح باش يتخلص على كامل المواد الحافظة اللي فيه. نشوفوا الزيتون وثقافة استهلاكه في رمضان مع زميلة أمينة خليل. بشلاطه طاجين زيتون بزروديه باللحم تاع الدجاج. لا لا الاخضر هذاك الكبير بولي روتي او فور، لقيتها لا غوسيت سوغ انترنيت، درت زيتون بولي طاجين زيتون ولي بريك والبوراك وبور لي سالاد. بور طاجين زيتون، زيتون في الروز فوالا، سالاد دوري هذاك زيتون اللي مقطع رقيق صغير كامل في بيتزا نحبه ناكله دائما، نحبه في سلاده في البريكه في طاجين الزيتون، ناكلو في كاع الماكلة. حنا نديرو طاجين الزيتون ظلمة ظلمة تاع فلفل. لي فيتامين سي بلوس سيتيغ كوتي نوتريسيون، لي فيتامين نلقاوهم في لي فروي في لي ليغوم، ماشي في الزيتون. بيان سور يحبوه ياكلو الزيتون، بيان سور الزيتون الكحل الخضر كاسي كامل ناكلوه. نشوفو شي يقول رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في موضوع الزيتون. مادة الزيتون إذا لم يكن في محتواها اسم الشركة، تاريخ نهاية الصلاحية، المكونات، فهي مادة
مادة غير قابلة للاستهلاك إلى أن يثبت العكس، لأنه كثير من الناس يعني يقومون باستهلاك هذه المادة التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان، ولكن دون الحيطة والحذر من التعليب، يعني يجي في بيد انت 5 كيلو أو ما أكثر، ولكن ممكن أن تكون مصنعة بطريقة تقليدية. إذا كانت مصنعة بطريقة تقليدية فيمكن أن نضع فيها من المواد الحافظة ما نشاء، وهي ليست تحت الرقابة، إما رقابة صحية أو رقابة مصالح التجارة. وعليه الإنسان لما يقتلي مثل هذه المواد عليه أن يكون مطلعا بمصدرها، وهذا لن يكون إلا بقراءة الوسم وأيضا تاريخ انتهاء صلاحية، لأنه كثير من الناس يقول بأن الزيتون ممكن أنه يطول بزاف دون أن تكون له يعني حد في الصلاة. لا، كل مادة عندها نهاية الصلاحية. مروا مشاهدينا الكرام لفقرة النصائح. الزيتون يفتح شهية ويخلي الواحد يأكل، يخفف من إصابة بأمراض القلب والجلطات، يقوي المعدة، يساعد على الهضم، يعالج الكولون، ويفتت حصى المرارة، يعالج الإمساك، يفيد بزاف اللي عندهم السكر. والزيتون تاني مليح اللي يعانيو من الأنيمي. الورق تاع الزيتون إذا مضغها الواحد راح تعاون الناس اللي يعانيو من التهابات تاع اللثة ولا لاجونسيف، يخفف نسبة الكوليسترول ولا السكر تاني في الدم بالنسبة 10%.